اللي حصل يا حاج رامي؟ انا حارس العقار اللي قصاد الحادثه، قصاد تحت الكوبري. الساعه 8 وربع نط الاتوبيس من على الكوبري، وفوق في عربيه قدامه جاي فديها حمل على الجنب بتاع الكوبري، وقع تحت. نطوا منه 5 افراد، السواق واربعه. طلعناهم وجت الاسعاف خدتهم. وبعدها ب 10 دقايق جت فرقه الانقاذ كلها. ده اللي حصل، والباقي كله في الميه. والاهالي اللي طلعتهم. حصل يا حاج رامي؟ انا حارس العقار اللي قصاد الحادثه، قصاد تحت الكوبري. الساعه 8 وربع نط الاتوبيس من على الكوبري، وفوق في عربيه قدامه جاي فديها حمل على الجنب بتاع الكوبري، وقع تحت. نطوا منه 5 افراد، السواق واربعه. طلعناهم وجت الاسعاف خدتهم. وبعدها ب 10 دقايق جت فرقه الانقاذ كلها. ده اللي حصل، والباقي كله في الميه. الاهالي اللي طلعوهم. والاهالي اللي طلعتهم. الاهالي.